كما في لبنان كذلك في أفغانستان، اللبنانيون ضحايا العمليات الإرهابية. المنطقة كابول العاصمة الأفغانية، المكان مطعم لبناني ذائع الصيت يقصده الأجانب المقيمون في كابول. أما الزمان فيوم الجمعة يوم العطلة في البلاد، وكانت السهرة في المطعم لا تزال في بدايتها حين عمد انتحاري من طالبان إلى تفجير نفسه أمام الأبواب المصفحة للمطعم، واستفاد مهاجمان آخران مدججان بالسلاح من حال الفوضى والذعر وتحايلا على تدابير الأمنية ودخلا المطعم وفتحا النار على الزبائن فقتلا 21 شخصا على الأقل، بينهم 13 أجنبيا ولبنانيان هما ممثل صندوق النقد الدولي في أفغانستان وابل عبد الله وصاحب المطعم كامل شريف حميدي. شقيق حميدي أطلع الام تي في على تفاصيل مقتل أخيه. واخذوا يطلقوا النار على المدعوين في المطعم، فما كان من أخي إلا أن تناول مسدسه واعتبر أن هؤلاء ضيوف في حماه وتصدى لهم، ولكن قدر الله عز وجل أن يستشهد. أما من نجا مما وصف بالمجزرة فأكد أن أحد المهاجمين ركض إلى الداخل وأخذ يصرخ الله أكبر قبل أن يبدأ بإطلاق النار. عندما كنت في المطبخ سمعنا بعض الانفجارات في الخارج، وبعد ذلك بدأنا بالهروب، فر جميع الرجال، أما أنا فصعدت إلى السطح واختبأت إلى جانب المدخنة لحوالي 3 ساعات إلى أن حضرت الشرطة وأنزلتني عن السطح. وفي خارج المطعم تمركز عناصر من شرطة النخبة وتبادلوا إطلاق النار مع عناصر طالبان الذين لقوا حتفهم لأن عددهم لم يكن كبيرا. من جهته أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن هدف الهجوم على مطعم لبنان هو الانتقام لمقتل مدنيين أفغان أثناء مواجهات وقعت شمال كابول بين طالبان والقوات الأفغانية وحلف شمال الأطلسي.